هذا الأخ عبد العزيز أبو عمر من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة، نبدأ هذه الحلقة بسؤاله الأول ويقول: النساء شقائق الرجال، فهل وضحتم فضيلة الشيخ وبينتم غفر الله لنا ولكم دور المرأة في منظومة الاحتساب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام للرجال والنساء. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمرأة يجب عليها أن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر في محيط ما تقدر عليه، في بيتها مع أولادها ومع من يأتيها من النساء ومع زميلاتها في المدرسة والتدريس ومع أخواتها في الحفلات وتجمعات النساء كثرت فيها المنكرات الآن. المرأة عليها واجب عظيم أن تنكر أخواتها، تنكر في محيط النساء، تنكر على أولادها كذلك، عليها واجب بقدر اختصاصها واستطاعتها. نعم.